دخلنا تفضوا وديك الفيلم اللي بدا الفيلم خدام والشاشه كبيره وحسيت براسي بحالي انا تما معاهم بحالي انا كنتمشى وكنمثل مع ديك الناس ومن ديك الساعه داكشي شبط فيا واحد الشيء عجيب. كنقدروا نمشيو ليهم في ديك الساعه هما سينمات الاحياء الشعبيه اللي كنا التيكيت ديالهم ديال الدخول كان شويه رخيص. هما سينما المغرب، سينما الكازار، سينما كابيتول، سينما سيرفانتيس، سينما فوكس، سينما امريكان. هادو هما اللي كنا كنقدروا ندخلوا لهم. وفي ديك الساعه كانوا الافلام اللي كانوا كياثروا وكانوا في لا مود ديك الساعه هما الافلام ويسترن. اللي بديت كنهتم خصني نعمل شي حاجه ديالي هي ملي شبرت الخرصه الاولى. انا شبرت الخرصه الاولى عام 70 فرنسا، شبرت الخرصه الاولية ومشيت بها كاميرا سوبر 8. وديك الساعه عدت اللي كنت كنحلم اللي كنت كنشوف في الشاشه، قلت انا نعدل شي حاجه ديالي بحالو ونعمل الدور الرئيسي ونعمل الكاميرا ونعمل المونتاج ونعمل الاخراج ونعمل تريكاج ونعمل برويتاج ونعمل كاسكاد كل شيء وسهل. الكاميرا الاولية اللي صورت بها هي بسيطة جدا، كنشوفوها في واحد الفيلم عدلتو اسبوع طنجة مسمية عدلتو 76 هنايا في طنجة في المغرب، وبقى تاريخ ديك الفيلم. هو دابا منزل في يوتيوب كل واحد يقدر يشوفه. دونك صورت واحد سيلفي، انا كنصور راسي بديك الكاميرا كنبان وكتبان حتى الكاميرا، كان سوبر 8 اوميك بلا هضرة، اوميك ماركة المان، وباقا كاينة من الان ديك الكاميرا تاعهم موجودة. انا الاولي اللي قلت بعدا هادي فرحان بديك الشيء اللي عملت، وجاني ديك الشيء تعجبت بالراسي، شفت راسي اول مره في الشاشه وفي ليكرون. والثانيه الدراري اللي كانوا معايا حتى هما عاود فرحوا بزاف بديك الفيلم. وديك الشيء كنا صورناه في واحد الدوار قدام مدينه بوردو، واحد الدوار صغير مخير فيهم تما كان عنده ماكينة التصوير. ديك الوقت ما كانش التلفزيون، ما كان والو، وفرحوا بزاف بهذاك الفيلم كثر من اللي شافوا راسهم على الشاشة. وهذاك هو كان البدو باش نعملوا بزاف شي ثلاثة ولا أربعة د الأفلام من ديك الشيء هذاك. وكل فيلم اللي كنعمل كنحس به بأن تطور، لا في المونتاج ولا في التصوير ولا في الإخراج ولا في التريكاج ولا في ميوزيك ولا في البرويتاج، لان كل كنحس براسي كنزيد القدام والادوات عاود باش كنصور هو ولا داكشي عاود كيتطور حتى هما، وكان كيتزاد عاود حتى هو في الابداع كنحس براسي زايد القدام. اولا قبل كل شيء هي الحريه ملي كتكون عندك الحريه كتكون عندك عاود كتعرف بناس، هذوك الناس عاود كيزيدوك معلومات ولا كيزيدوك
افكار وكنت يدوم قدام. بزاف كاين فرنسا صورت فيها بزاف، كاين المغرب صورت سوا فيه، ولا صورت عاود في ألمانيا. ألمانيا هي اللي عطيها الحرية بالصح للتصوير، لا الهاوي ولا المحترف، والأكثرية الهاوي. الهاوي عطيها واحد الموطع صورت فيه المحكمة العليا لمدينة دوسلدورف في ألمانيا، عطاوني نصور في وسط المحكمة العليا ديال دوسلدورف، وما تيقتي ودني ملي قالوا لي إياه. أنا كنقول لهم خصني الرخصة باش نصور، هما كيقولوا لي دخل تصور، صور فيما بغيتي، ما كاينش اللي يهضر معاك. وكنشكرهم بزاف على، قالوا لي الرخصة كنعطيوها إلا كنتي غادي تشد الزنقة باش الطونوبيلات يوقفوا، داكشي ساعات كنعطيو الرخصة. ولكن دابا إذا غير تصور لا لنادي ولا لجمعية، ولا حر تصور اللي بغيتي فين ما بغيتي، ما كاينش اللي يهضر عليك. وهادي لو كانت في المغرب تكون مزيانة. تقول صورتي إلى من سيتي كاين اللي غنساو شي 40 فيلم هيداك، وكاين هادو الاخرين اللي عملت على دوكيومنتير على ليميغراسيون وعلى هاد الشباب الإفريقية اللي كتبغي تخاطر روحها وتعدين أوروبا، لأن يعني كيقولوا أوروبا عايشة أحسن أفريقيا. كاين بزاف ديال الأصدقاء اللي كيفتخروا بيا وكيهضروا عليا مزيان. أنا في الحقيقة كيعجبني نصور كلشي، كيعجبني نعمل أي نوع من القصص، اي نوع من السينما. المهم كل شيء سامع متابعس، كل شيء كيهتم كنهتم به. اللي الحكايات اللي كيعجبوني نصورهم لا دابا ولا دائما هما حكايات اجتماعيه، حكايات اجتماعيه وبالاغلبيه دوكيومنتير. الهوي انتشر في المغرب ملي ما بقاتش السينما بسينتا. سينتا شنو كنقولو سينتا؟ هي فيلم. ملي مبقاش فيلم رجع فيديو، كلشي رجع على يدو يقدر يعمل فيلم. شاركت في المهرجانات دولية ووطنية وحصلت على جوائز. شكرا للطاقم التقني والمسؤولين اللي عرضونا، وشكرا للحضور العرب، وشكرا للجميع. نفكر نوقف، ما كنظنش حتى الاخر، حتى الاخر ديال العمر غادي نبقى دائما هاوي، دائما صور دائما. و ملي شبرت التقاعد، ملي تقاعدت دابا
كنت كنتمنى فيه بعدا نتقاعد لان ملي كنت خدام كنت ما عنديش الوقت باش نمارس هاد المهنه الا بغينا نقولوا لا مهنه. ملي تقاعدت عاد كان عندي وقت بزاف عاد كان عندي تي ساعة باش نسافر باش نحضر مع المهرجانات باش نمشي للسينما باش نقدر نعاون الاخرين نقدر نمشي بعيد. دابا ما بقاش عندي الاشكال في الوقت ولا في الزمن. القضية اللي ناقصة عند الهاوي في المغرب هي الرخصة ديال التصوير. هذا هو الاشكال الكبير اللي عنده. وما القضية ديال الماتريال ولا كاين موجود شنو هو ما عندهمش الرخصة باش يصوروا على برا. والأغلبية فيهم كيصوروا مخبعين وديك شي ما خصوش يكون. علاش ما يعاونوهمش يكون عندهم حتى هما رخصة التصوير؟ النصيحة اللي نقدر نعطيكم هي خدموا واجتهدوا وعملوا سينما من مخكم اللي كتسمى بالسينما دوتور.